السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية مع الدرس الأول في الوحدة الثالثة. وشكل ما احنا عارفين الدرس الأول دايما بيبقى عن الـ conversation time اللي هو وقت المحادثة. شكل ما شفنا قبل كده ان المحادثة الاولى كانت على التليفون وكان بيتكلم فيها عن الايجيبشن ميوزيوم اللي هو المتحف المصري، ومحادثة الوحدة التانية كان بيتكلم لي فيها at the restaurant يعني في المطعم. المحادثة دي ان شاء الله هلاقيها في البيكري، وبيكري حبايبي اللي هو المخبز، طبعا كلمة بيكر يعني خباز، ولو ضفنا للبيكر ده ابصر في اسم الملكية هيبقى بيكرز برضو اللي هو محل الخباز او المخبز. تعالوا بينا يلا نستمع للمحادثة بتاعتنا النهاردة وبعدين نحللها كويس جدا ونعرف اهم اللانجوج نوتس الموجودة فيها اللي هتخلينا نحل التمرينات بتاعت الدرس ده بسهولة ان شاء الله. بس قبل ما نسمع يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك كل التنبيهات بالحلقات اللي جاية ان شاء الله. يلا تعالى نسمع كويس ونشوف الناس دي هتقول ايه. Good morning. Can I help you? Yes, please. What kinds of pie do you have today? We have lemon, peach, and apple. Do you have any cherry pies? Sorry, we're out of cherry. But the apple pies are very nice. How much are they? They are 10 pounds each. Oh, that's too expensive. How much are the peach pies? They are 5 pounds each. Okay, I'll take one. Great. I'll get a fresh pie for you. طبعا حبايبي شكل ما شفته كده ان المحادثة دي بين البيكر، وبيكر حبايبي اللي هو الخباز، تاني بيكر اللي هو الخباز، وكمان مع الكاستومر، الكاستومر اللي هو الزبون، تاني كاستومر يعني زبون، يبقى بيكر معنى خباز وكاستومر معنى زبون. لو حطيت على بيكر دي ابصر في اسم الملكية باص بيها حبايبي البيكرز الشوب برضو اللي هو محل الخباز اللي احنا بنقول عليه حبايبي بيكري. بيكري حبايبي برضو بمعنى خباز، يبقى سواء قلت بيكرز او سواء قلت بيكري او بيكرز شوب كل ده محل الخباز، اما بيكر حبايبي ده الشخص فقط. طب الكاستومر حبايبي شكل ما قلنا اللي هو الزبون. شكل ما شفنا كده البيكر بيقول له good morning can I help you, good morning can I help you. تعالوا نسمعها تاني. good morning can I help you, good morning can I help you, good morning can I help you. طبعا حبايبي good morning معناها صباح الخير، ودي طبعا عبارة بقولها لما بقابل واحد صباحا اقول له good morning. طب لما حد يرد عليا برضو بقول له good morning، يعني لو واحد بقول له good morning صباح الخير بقول له انا كمان good morning. امال تحيد بعد الظهر اسمه ايه حبايبي؟ شكل ما احنا عارفين good afternoon. good afternoon معناها مساء الخير، بس الكلام ده بعد الظهر. طب الرد عليها برضو يا مستر good afternoon. good afternoon يعني برضو مساء الخير بعد الظهر. طيب في المساء حبايبي انا عارف ان تحية المساء اسمها good evening، والكلام ده من العصر كده لغاية 9 بالليل اسمها good evening. good evening يعني مساء الخير. طب الرد عليها قال لي برضو good evening. good evening برضو يعني مساء الخير. طيب لو انا رايح انام قلت لو انا رايح انام حبايبي بقول good night. good night دي حبايبي معناها تصبح على خير، وممكن اقول happy dreams. happy dreams حبايبي يعني احلام سعيدة، تاني happy dreams يعني احلام سعيدة، يبقى ممكن اقول good night يعني تصبح على خير، او ان انا اقول happy dreams يعني احلام سعيدة. طب لو انا سايب شخص حبايبي، طبعا لو انا سايب شخص هقول goodbye. لو انا بودع شخص بقول له goodbye او bye bye. bye bye برضو معناها مع السلامة، أو see you or see you later يعني أراك فيما بعد. كل دي حبايبي لما أجي أقول مع السلامة أو لما أجي أتكلم على التحيات. طبعا شكل ما شوفنا أقوله can I help you, can I help you. وcan I help you دي حبايبي بسميها عرض مساعدة، تاني بسميها عرض مساعدة. قال لي لما أجي أعرض مساعدة على شخص ممكن أقوله can I help you, can I help you يعني ممكن اساعدك. وممكن اقول كمان could I help you يعني برضو ممكن اساعدك. وكمان ممكن اقول may I help you يعني ممكن اساعدك. كل ده اسلوب واحد، ببدأ بكان او could او may
وبعدين اجيب وراها I help you. ولاحظ هنا حبايبي ان كان وكود وماي كل دي بقول عليها modal verbs يعني افعال ناقصة. واعرف دايما ان اي فعل ناقص لازم يجي وراه مصدر. يعني لما يجيب لي في الاختيارات يقول لي can I help ولا to help ولا helping you، اقول له طالما في كان ده فعل ناقص يبقى لازم اجيب المصدر ورا، يبقى can I help you. تاني can I help you. تعالوا نشوف الكاستمر قال له ايه. Yes please. What kinds of pie do you have today? Yes please. What kinds of pie do you have today? Yes please. What kinds of pie do you have today? شكل ما شفته حبايبي كده الكاستمر قال له yes please. What kinds of pies do you have today? خلي بالك حبايبي ان دايما لما اروح للبقال او اروح لاي حد بيبيع واقول لي can I help you، ما ينفعش حبايبي اقول له yes please واسكت. لا ما ينفعش تاني اقول له yes please واسكت، امال لازم اقول له انا عايز ايه. يعني هنا قال له what kinds of pies do you have today، يعني ايه انواع الفطاير اللي عندك النهارده. وهنا لازم نلاحظ حبايبي ان كلمه kind دي ليها معنيين اتنين. كلمه kind ممكن تدينا معنى نوع، وهنا المثال اللي قالين عليه قال لنا what kinds يعني ما نوع of pies يعني ما نوع الايه ها الفطير do you have اللي عندك. وطبعا اللي قال الكلام ده الزبون. طيب اقدر حد بيعرض عليا ويقول لي ما نوع الفطير اللي انت عايزه، هيقولها ازاي؟ هيقول كده حبايبي what kinds of pies would you like. وانا قلت لكم حبايبي كلمه would you like يعني تريده، يبقى what kinds of pies would you like. الكلام ده اللي بيقوله الزبون، لكن الكلام ده اللي بيقوله البائع. طيب قال لي كلمه kind دي حبايبي كمان معناها ايه؟ قال لي kind دي ممكن حبايبي تكون معناها طيب او ودود. يعني لما اقول my father يعني بابا is very kind، يبقى هنا kind مش معناها نوع، ما اقولش بابا نوع جدا، لا امال بابا طيب جدا. يبقى اذا kind هنا حبايبي بمعنى طيب وليس بمعنى نوع. فهنا قال له what kinds of pies do you have today يعني ما نوع الفطاير اللي عندك النهارده. تعالوا نشوف رد عليه قال له we have lemon peach and apple. We have lemon peach and apple. We have lemon peach and apple. طبعا شكل ما شفت حبايبي قال له we have lemon peach and apple. Have lemon peach and apple. وهنا لازم اطلع بحاجه مهمه جدا، ان لما اجي اعمل لسته لشيء او اعمل قائمه لمجموعه من الاشياء ما ينفعش اقول and and and. يعني قال له كده we have يعني احنا عندنا، وبعد كده قال له lemon. طب قال له هنا بقى and، قال له لا طبعا حاطين الكوما عشان حبايب البنكتويشن الترقيم، وبعد كده قال له peach، وبعد كده الاخيره هي اللي قال قبلها and، فقال له an apple. an apple يعني وتفاح. تعال نشوف كده الكاستمر قال له ايه. Do you have any cherry pies? Do you have any cherry pies? Do you have any cherry pies? طبعا الكاستمر شكل ما سمعته قال له do you have any cherry pies? Do you have any cherry pies؟ يعني هل انتوا عندكوا اي فطاير كريز؟ وهنا حبايبي لازم اخلي بالي ان دو دي لما تيجي في اول السؤال دايما بيكون معناها هل، وبجاوب عليها بيس او نو لانها فعل مساعد. يعني لو انا جيت قلت لك حبايبي do you like tea؟ هل انت بتحب الشاي؟ طبعا يا اما تقول لي yes I do or no I don't، يا اما تقول لي ايوه يا اما تقول لي لا. وهنا كمان لازم اخلي بالي من حاجة في السؤال ده يا حبيبي. طبعا لو افتكرنا عندنا كلمة صام اللي معناها بعض، وعندنا كلمة اني، واني دي معناها اي. شكل ما قلنا حبيبي ان صام دي واني الاتنين بيجوا قبل نوعين اتنين من الاسماء، اسم جمع واسم لا يعد. طيب اجيبهم الاتنين؟ قال لي لا طبعا مختلفين، صام بتيجي في الجملة المثبتة، واني شكل ما قلنا بتيجي في النفي والسؤال.
يعني لو جيت قلت لك حبايبي I have يعني أنا معايا أو لدي، وجيت قلت لك some or any apples هتقول لي اه الابلز دي اسم جمع. طيب الجملة دي جملة مثبتة يبقى بالتالي هختار some. لو جيت قلت لك we don't have يعني احنا ما عندناش، قلت لك some ولا any apple pies هتقول لي اه الجملة دي حبايبي جملة منفية فبالتالي هختار any يبقى we don't have any apple pies. عشان كده هنا قال له في السؤال do you have، لو جيت قلت لك some or any cherry pies هتقول له اه ده سؤال فعشان كده جاب لي any، فقال له do you have any cherry pies. تعال نشوف البيكر رد عليه قال له sorry we're out of cherry but the apple pies are very nice. Sorry, we're out of cherry, but the apple pies are very nice. Sorry, we're out of cherry, but the apple pies are very nice. شكل ما شفته رد عليه قال sorry، وكلمة sorry دي حبيبي بستخدمها لما أكون بتأسف على شيء. قول sorry يعني أنا آسف، or I'm sorry. I'm sorry برضو معناها أنا آسف، ولو بقول أنا آسف جدا بقول I'm so sorry. I'm so sorry يعني أنا آسف جدا. وبعدين قال له we're out of a cherry. We're out of a cherry يعني إحنا نفذ ما لدينا من كريز. وبعدين قال له but خلي بالك بقى إن but دي معناها لكن، ولكن دي حبيبي بتربط بين جملتين متناقضتين. تاني but دي بتربط بين جملتين متناقضتين، يعني قلت لك مثلا أحمد is tall يعني احمد ده طويل، وجيت قلت لك but لكن علي is short لكن علي قصير، يبقى هلاحظ هنا ان كلمه but معناها لكن بستخدمها لربط بين جملتين متناقضتين. فهنا قال له احنا نفذ ما لدينا من cherry but the apple pies are very nice. But the apple pies are very nice. But the apple pies are very nice. ولاحظ هنا حبايبي ان لما الكلمة بتاعتي تبدأ بصوت متحرك شكل apple كده، لو جاء قبلها the فبنطقها the، فقلت the apple the apple pies تاني the apple pies، يبقى اذا الكلمة بدأت بصوت متحرك قال لي the دي انطقها the واقول the apple pies، فقال له but the apple pies are very nice. تعال نشوف الكاستمر قال له ايه. How much are they? How much are they? How much are they? شكل ما سمعته كده الكاستمر قال له how much are they? How much are they? How much are they? حبايبي شكل ما احنا عارفين ان لما اسال عن السعر بسال بكلمة how much. How much دي حبايبي بيجي وراها is or are. How much is بيجي وراها اسم مفرد. How much are بيجي وراها اسم جمع وكده يبقى اكتمل السؤال. يعني مثال مثلا لما اقول لي how much is the pen يعني ما سعر القلم. قلم ده غير عاقل فأقول مثلا it's 5 pounds يعني بخمسة جنيه. طب تعال بقى لما يقول لي how much are the pens قال لي كده انا بسأل عن اسم جمع فعشان كده جبت are. how much are the pens يعني كم سعر الأقلام. طيب الأقلام دي جمع فطبعا هبدأ بكلمة they عوض عنها ب they وبعدين أقول are واجيب السعر بتاعي فاقول they are مثلا 10 pounds بعشرة جنيه. لاحظ بقى حبيبي لو انا قلت they are 10 pounds يعني هي بعشرة جنيه ووقفت قال لي بس يبقى كده الإقلام كلها بعشرة جنيه. تاني لو قلت they are 10 pounds يبقى كده الإقلام كلها بعشرة جنيه. اما لو حطيت في الاخر كلمة each each دي حبايبي معناها لكل واحد فبالتالي يبقى كل واحد هنا بعشرة جنيه. تاني لو قلت they are 10 pounds وقفت يبقى كده كلهم بعشرة جنيه. اما لو قلت they are 10 pounds each يبقى الواحد بس بعشرة جنيه. عشان كده لما رد عليه تعالوا نشوف قال له ايه. We are 10 pounds each. We are 10 pounds each. We are 10 pounds each. شكل ما سمعته قال له they're 10 pounds each. They're 10 pounds each. يبقى هنا
كلهم بعشرة جنيه ولا الواحدة؟ هتقول لي لا يا مستر دي الواحدة بس. ليه؟ لان قال له في الاخر كلمة each. تعال نشوف الكاستومر رد عليه قال له Oh, that's too expensive. How much are the peach pies? Oh, that's too expensive. How much are the peach pies? Oh, that's too expensive. How much are the peach pies? شكل ما سمعته قال له Oh. Oh, دي طبعا صيحة دهشة لما أكون مندهش من حاجة بقول Oh. وقال له That's too expensive. آه ده غالية قوي. خلي بالك أنا خدت قبل كده حبيبي كلمة تو. تو دي قلنا ليها معنيين اتنين، يا اما تيجي بمعضة ايضا وهنا لما بيجيلي في اخر الجملة، تاني لما بيجيلي في اخر الجملة بقول عليها ايضا، يعني لما اقول لك I want some tea too يعني انا اريد بعض الشاي ايضا. لكن تو حبيبي اللي هنا جاي وراها adjective يعني صفة، وتو لما يجي وراها صفة حبايبي يبقى معناها جدا اكتر من اللازم، تاني معناها جدا اكتر من اللازم. عشان كده هو قال له that's too expensive، تاني that's too expensive. ايه ده؟ دي غالية قوي. يبقى لاحظ معايا too expensive يعني غالية اكتر من اللازم. وبعدين سأله سؤال قال له how much are the peach pies؟ هنا بقى بيسألوا عن سعر فطاير الخوخ. How much are the peach pies؟ تعال نشوف رد عليه قال له ايه. They are 5 pounds each. They are 5 pounds each. They are 5 pounds each. قال له they're 5 pounds each. لاحظ لما يجي يختصر they are بيقولها they're 5 pounds each يعني الوحده بخمسة جنيه. طبعا اقدر اقول الكل، هتقول لي لا يا مستر لانه قال لي في الاخر كلمه each، يبقى هنا معناها الوحدة بخمسة جنيه. تعال نشوف الكاستومر قال له ايه. Okay, I'll take one. Okay, I'll take one. Okay, I'll take one. الكاستومر قال له okay. Okay يعني وهو كذلك، ودي بستخدمها لما اكون موافق على شيء. يعني لما بقول okay بالمنظر دايما بالاختصار بتاعها اللي هو برضه okay. بعدين قال له I'll take one. ولاحظ حبايبي ان الابوستروفي اللي هنا هو اختصار كلمة will، وانا عارفين ان will حبيبي دايما بيجي وراها مصدر الفعل، ما ينفعش يجي حاجة غير كده. يعني لما اقول I will انا سوف، ويديني في الاختيارات takes taking or take، هقول له والله انا هاخد take. ليه يا مصر هتاخد take؟ هتقولي لاني جاي will بيجي وراها مصدر. تعال نشوف اخر رد معنا من البيكر ونشوف قال له ايه. Great. I'll get a fresh pie for you. Great. I'll get a fresh pie for you. Great. I'll get a fresh pie for you. شكل ما سمعته قال له great. لاحظ حبايبي ما اسمهاش great، اسمها great. Great يعني عظيم. I'll get a fresh pie for you. I'll get a fresh pie for you يعني هجيب لك واحدة طازجة. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك كل التنبيهات بالحلقات اللي جاية ان شاء الله. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الدرس النهاردة، شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنانا في الحلقة الجاية ان شاء الله اللي هنتكلم فيها عن الورد تايم. Goodbye. السلام عليكم.